عسلامة. عسلامة، مرحبا. لاباس؟ يعيشك، يعطيك الصحة، ميرسي بيان. قد من روحك؟ سامي حامروسية، استاذ مدارس ابتدائية ومدرب كرة قدم من قفصة، وتوا ماشي ميسيون 4 لروما إن شاء الله. ربي سهل. يعيشك، يعطيك الصحة، ميرسي بيان. نجمو نحكيو في موضوع هجرة الكفاءات. إي نجمو. اللي أغلب الكفاءات اليوم تفضل وتخير إنها تخدم في الخارج على إنها تبقى تخدم في بلادها في تونس. السبب؟ الأسباب برشا، هي الأسباب خاطر تعرف توا في تونس معناها الأمور، وأهم سبب راهو الأمور المادية والعناية بالكفاءات توا معناها في تونس، حتى معناها حتى اللي معناتها مويناتهم باهية وحتى خدمتهم باهية وكذا، يفضل أنه يهاجر لبرا، يلقى الحظوة المادية والمعنوية والإحاطة والظروف الطيبة، أكثر سبب معناها يخلي الناس تهاجر، بورتون بلادنا باهية بيان سور. انت مثلا ما شاء الله تخدم هنا مترسم جوك باهي لاباس، شنو اللي خليك انه معناها تختار انك تهاجر؟ والله شوف انا تيتيلير لهنا عندي فوق ال 20 سنه، دخلت نخدم عمري 19 سنه، خدمت فوق ال 20 سنه. محظوظ معني؟ تسمى محظوظ، بون محظوظ ممكن. 19 سنة تخدم محظوظ في وقتنا تو. صحيح صحيح. ما تطمح، راه تطمح، ثم حاجات تخليك تطمح باش تخرج تحسن وضعيتك، مش حتى المادية، بار حتى المادية، حتى الاجتماعية وظروف الحياة، مساق الحياة وظروف العمل غادي تفرق ياسر على هنا، الإمكانيات يوفروا لك كل شيء غادي، معناها أي حاجة تتصورها في بالك يوفروها لك، من راهو نحكي لك من الصغار حتى للطبيب المهندس اللي هو، غادي ظروف خير نتصور هكا، هذاك علاش أغلبية معناها يحبوا يهاجروا ويحبوا يخرجوا. وهذاك علاش أنت زادة خيرت أنك؟ والله لا مش خيرت، هي مش كيسيون خيرت، هو كونكور هكا ولا كونكور معناها مادام انت فكرت فيها الحكايه دونك مبرمج عليها. لا بيان سور اخي، مادام وصلت عديت وتقبلت وكذا معناها مبرمج على الحكايه، واكيد عندي طموح باش نخرج، عندي برشا بار اوبليغاسيون، معناها ديما نقول راي بار اوبليغاسيون من نواحي الكل، تحبها ماديه تحبها معنويه، بار اوبليغاسيون. اي ما ظروف فرضت عليك انك تهاجر؟ بالطبيعه كي تشوف الظروف، من اكثر الظروف اللي انت تشوف معناها كي تتفكرها تقول لا لازمني نمشي من هنا؟ الظرف المادي بيان سور، الظروف الماديه، خاطر الموظف في تونس تعيس ياسر، موظف تمشي ميسيون كيما هكا تلقى السالير نتاعك فوا 3 وفوا 4 بخلاف برشا ظروف عمل، تولي بار اوبليغاسيون معناها تفضل انك تهاجر على ميسيون هي 4 سنين وتترجع اونفان لتونس، ماكش باش تهرب بلادنا. هو نعرفوا ان هي الحكايه كونتراكتويل، لما تنجم تجدد الكونترا؟ لا الميسيون هذه 4 فيكس معناها ما فيهاش تجديد، فهمت؟ ديما تور دو رول معناها بعد كي يتمتع بها واحد اخر، دونك وزاره التربيه ديما عامله هكاك باش كل تنجم تقول معناها كل التكريم، معناها كل بازيد حظ، شكون هي بعد 4 سنين ناس اخرى تحسن ظروفها ونسيد سويت. شكون يستغل الموقف هذا انه يكمل 4 سنين نتاعو وبعد ما يروحش؟ اي انا يعني برشا زملاء موجود، برشا استغلوا الظروف وما رجعوش، برشا استغلوا الظروف وما رجعوش. تصور روحك منهم؟ سي لا مستحيل، بالعكس انا ال4 سنين هذوما ماشيهم على قلبي، عندي التزامات. قول اللي انت توا بين نارين، بين انك تحب تبقى في بلادك وبين انه الوضع ماهوش عاجبك ولازمك تضحي بانك تمشي. ايفيكتيفمون بين نارين، بالحق معناها بين نارين، الارتباطات العائليه والاجتماعيه، وعنده الواحد هنا مشاريع وعنده التزاماته الرياضيه والعائليه، اما يلزم يخوض التجربه، الواحد كي تجيه لوكازيون انو باراتي. برشا يقول لك معناها جاتك الفرصه لازمك، مادام جاتك الفرصه معناها بالاوراق وكل شيء لازمك تكسبها. صحيح، هو ريتش هي معادله صعيبه، خاطر توا تنجم انت توا انا نحكي معك، نجم توا نمشي لوزاره التربيه نبطل مرهونه في ورقه، يمشوا ليز داتونت اللي بعدي، اما مجرد انك تعملها بركه يقول لك مهبول السيد هذا، شنو جاته فرصه باش يخرج بامور قانونيه وكذا وكذا وما يخرجش، وابري تو هي تجربه، معناها واحد مش ديما تجي فرصه باش يمشي يشوف العالم الخارجي اوروبا ما سيد سويت، معناها يكتشف حضارات ويكتشف. ما خرجتش من السوق قبلك؟ لا خرجت انا في الكوره، خرجت انا اونترونور وجوار، خرجت شفت، هذا مش كيف مش كيما ميسيون معناها اقامه كامله وكذا، كيما باساجي نتاع جمعه 10 ايام 3 ايام، فهمت؟ مش كيف. تصور الفرصه هذه تبدل لك حياتك؟
والله تشوف مش نهدت صح خاطر نخمم في الموضوع برشا تقريبا. لا لا والله لا مش كيسيون، على حساب حاجات تنجم تبدل حاجات، اما على حساب برشا حاجات، على حساب العائله وعلى حساب ما تعرف الارتباط العائلي خاصه تو ما نحكي لك. معناها انت معناها نحكي لك تو جماعه الجنوب، احنا مثلا ما مش حكايه عندنا شويه معرس، وعندك عندي امي وعندي صغار وعندي اي ثم ارتباطات عائليه ديما تشدنا نحن معناها مش للاسف وحاجه باهيه، ديما نحنوا لبلادنا ونحنوا لارضنا وفلاح انا نحكي معك زاده اونتر تون، اما يلزمني نمشي خاطر تجربه وباش تحسن برشا حاجات. شوف شكون معناها يدفع في 15 مليون على شقف باش يمشي لايطاليا. والله تعرف صدقني تتألم راهو، اما انا عندي برشا اصحابي حرقوا وحتى بنات معناها ريناتهم وكور وحرقوا ديرنييرمون وكذا، كي تسالهم السؤال معناتها انت ما تنجمش تقنعه باش تقول له اقعد لهنا، هو يعطي الخمسه ويعطي العشره ويعطي الخمستاش وبالنسبه له هو يضحي بحياته ويخرج لهنا. راهو السؤال هذا مدام ودمازال راهو السؤال هذا راهو يطرح للدوله، الدوله هي اللي تجاوب على السؤال هذا. الناس قلال يلقى فرصه باش يخرج وباش كذا، ما تنجمش تقول له لا، ما تنجمش. عفس على قلبه وعفس على ارتباطاته وعفس وشاف الموت هو. انا يبعثوا لي في دي فيديو معناها من قلب البحر، مخ يحبس راه، مخ يحبس معناها. ما رغم انه معناها يكونوا ناس واعيين ومثقفين وقارين وباش يدهم، لكن يخاطروا برواح. هو ريتش افكتيفمون هما تولي قاعدين معناها في التمشي هذا، هما اكثريتهم متخرجين وقارين، لان ما اسمع الافق افق ضيق ياسر. معناها في العائله يلقى اخوه يلقى اخته بطاله عنده 10 سنين و15 سنه و20 سنه، وقتاش باش يعمل عائله، وقتاش باش يكون، وقتاش هذاك ربي معاهم. وكا انه الافق من عدم، والله مش من عدم، لا لا ما شوي من الله وشوي من عبد الله. معناها زاد العباد يلزمها تحاول تخدم في بلادها، مع الدوله تفيق شوي، يلزمها تفيق برشا مش شوي. والافق ماهوش مسدود معناها اظلم راهو 100%، اي مرحله وان شاء الله تتعدى على خير وربي يوفق الجميع. تحذيراتك للتجربه الجديده اللي باش تخوضها؟ والله تحذيراتي الماديه معناها مش ماديه، نفسانيا اكثر معنوي. لا لا انا جيتك انا معناها التحذيرات الماديه والواحد هذا ما نفسانيا مانيش حاضر. انا تو كنت في السفاره معناها صبيت الفيزا معناها عطيت الباسبور. مبروك. اي يعطيك الصحه. مخي معناها تو مخك في اش تتخلي وكيفاش تمشي، يعني مازال شويه تحذير نفسي وكو. خليك كلمه الختام. كلمه الختام ان شاء الله ربي يحمي تونس، وان شاء الله يا ربي الدوله نتاعنا تتولها بالكفاءات نتاع البلاد. عندنا برشا كفاءاتك تشوف تو العالم والكل معناها التوانسه متميزين في المجالات الكل، في الرياضه في الفن في الطب في اي حاجه. ان شاء الله بلادنا تولي نموذج ونحلموا علاش لا ان شاء الله. شكرا.